مش عايز اوصل للمستوى بص الشخصيه انا دي. خلي بالك انا ايه، انا غيرك يعني، انا بسمع غير حضرتك، حضرتك بقى اللي تقول الكلام يعني، عايزك توضح المعلومه. انا كلامي كده يوديني المحكمه. هنروح مع بعض. في مشكله، في مشكله في التحكيم اللي يثبت ان انا مانيش متجني او متحيز لبنتي. ان الاتحاد الدولي قبل اعلان النتيجه بثلاث اربع ثواني قبل نهايه المباراه نزل تويته، والكلام ده اتقال قبل كده في قناه تانية، وهم اللي كانوا مسجلين تويته مش انا، القناه التانية هي اللي كانت مسجلها. حد ما قالوا ايه؟ قالوا مبروك فوز لاعيبه الصين بالميداليه البرونزيه، ده معناه ان الجيانة فازت من المباراه، لان الخسران هو اللي هياخد برونزيه. صح. فهم اقروا قبل اعلان نتيجه الحكام ان اللاعيبه الصينيه مبروك عليها البرونزيه، تبقى جيانة تصعدت فاينل، تأهلت الفاينل. وطلعت نتيجه الملعب عكس ما اعلن، وسحبوا التويته بعدها ب 10 15 ثانيه، ولكنها مسجله. مسجله موجوده. الوقت بيجري معاك بجد، انا عايز اقعد معاك ثلاث ساعات، لكن الوقت بيجري معاك. يعني لا مش نمشي، احنا قاعدين مع بعض. اكيد في اساليب حديثه دخلتها وطورتها في خلال 28 سنه. خلاص العلم، العلم دخل. وفي حاجات ما قدرناش ننفذها. هننفذها امتى؟ حاجات بتتطلب امكانيات، امكانيات تكنولوجيه اولا، امكانيات. انا طرحت سنه 93 او 92 كمان ان احنا نعمل في الكاراتيه زي الشيش علشان نخرج بره دايره اخطاء التحكيم. ووقتها كان الموضوع ده تكنولوجيا صعب، النهارده بقى سهل، اللي هو نظام الكونتاكتور والسنسورز زي الشيش بالظبط، زي سلاح الشيش. وانه وانس ان يتحقق الاصطدام مع جسم الخصم، السنسور ده مع السنسور ده يقفله سوا، يديني بوينت على اللوحه، ويبقى كده مفيش حكم. مفيش حكم. في حكم ولكن احسن مفيش تشكيك. ولسه ما اتطبقش. من الحاجات اللي احنا عملناها قبل الاتحاد الدولي الكاميرا والفيديو. عملت ده؟ عملت ده 2009 وطبقته، واستخدمته استخدام جيد جدا، وده ادى لان مصر راحت المغرب لاول مره في تاريخها تجيب 16 ميداليه في بطوله العالم الشباب والناشئين. ما شاء الله. كلهم نادي اهلي؟ لا طبعا اغلبهم. كان في يعني اقدر اقول كان 40%. 40%. خلاص. انا غيرت نظام التحكيم في تصفيات المنتخب قبل الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي مشي ورايا. ما شاء الله. ان الانذارات كانت بتحسب بنقط، فلغينا ده، واعتبرنا ان الانذار يتحسب على المتسبب، على المخطئ، دون ان يستفيد اللاعب الاخر بالنتيجه. الاتحاد الدولي عمل الكلام ده بعد كده وطبقه. التطوير ده مهم ومبني على الفلسفه بتاعت اللعبه، مش على المزاج. عشان الفلسفه تفكر فيها، عشان انا بحبها، بتحبها قوي، عشان انا بحبها. هو اي حد بيحب حاجه بيفكر فيها كويس بالزبط. جدا بالظبط. ثلاث فروع والرابع داخل عليك. هتوفق ازاي النهارده 100 واحد، هتدخل كمان 30 واحد، هيوصلوا 130 جهاز. دي شجره ما اتزرعتش شجره، دي اتزرعت بذره، وكل فرع فيها راكب على الجزء الام، راكب على الجزء الام. تاكد. فدي شجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء. 14 باذن الله هنعمل دايما شغل كويس للنادي الاهلي، وهي دي قيمه النادي الاهلي. وفعلا دكتور بستمتع جدا معاك في الحديث. 28 سنه، وهختم بالسؤال ده، ايه اللي دكتور مراد عاصم ما حققهوش لسه في ال 28 سنه؟ مفيش. بتكلم بصراحه واسف. انا لا 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 انا اسف. أنا دي حقيقه. انا قلت الكلام ده من قبل كان يعني قبل الاولمبياد. الحاجه الوحيده اللي ما انا في 2015 قلت لهم يا جماعه انا عملت كل حاجه، مش لاقي حاجه ثانيه اعملها. فجت الاولمبياد ادتني امل جديد. بس هتقطع في باريس 2024 وهنرجعه باذن الله. ليه ايه اللي حصل؟ يعني تخش طوكيو فرنسا ما عندهاش امل في ميداليات، فقالت العب على ارضي لعبه مش هجيب فيها ميداليات. هو من حق الدوله المضيفه ان هي تختار حق الدوله المضيفه انها تختار لعبه تضيفها او اكتر. طب كويس، ما هي اللعبه دي موجوده في طوكيو. اول مره يضاف السنه دي في طوكيو بناء على الدوله المضيفه اليابان. كويس. البطوله كانت هايله، نموذجيه، تستحق ان تكون دائمه، يبقى تفقد الدوله حقها في التنظيم في انها ترفض او تقبل. لكن دي المره الاولى، فالاجتماع بيتم والقرار بيتم قبل اولمبياد طوكيو ما تتلعب. يعني قصدك لو دي المره الثانيه كانت باريس ما تقدرش تقول حاجه. بالظبط كده. فالنهارده القرار ده اتاخد قبل الاولمبياد ما تتلعب.
بسنتين. هل انت حاسس ان احنا ممكن نكون في باريس 2024 متواجدين؟ في محاولات بس انا يعني الافراط في التفاؤل سفه. لكن في محاولات، المحاولات دي سياسيه بالمناسبه. من خلال الحكومه الفرنسيه ومن خلال مجلس النواب الفرنسي في ضغوط على انه الكلام ده كده ضد الرياضه، ضد مصلحه الرياضه. لكن هل هم هيستجيبوا ولا لا؟ الله اعلم. وان لم يستجيبوا في دوره بعدها. لا ياسم على الحياه. دكتور مراد، انا هقف عند كلمه لا ياسم على الحياه، وده ختام مهم جدا لمبادئ من مبادئ النادي الاهلي، ان طول عمرنا بنلعب في المقدمه. واعتقد ان تاريخك 28 سنه مع جهاز الكاراتيه، انا بضرب لك بصراحه تعظيم. ربنا يخليك. انا ليه عندك جمله واحده بس. اتفضل. لو سمحت لي. اتفضل. انت سالتني من 3 سنين. حصل. قلت لي يا ترى لو الكاراتيه دخل العاب الاولمبيه هنجيب ميداليات ولا هيطلع كنافه؟ حصل. قلت لك كده انت. انا قلت لك انا برد عليك دلوقتي اهو، بقول لك ان دخلنا الاولمبياد وجبنا ميداليه، ولو دخلنا تاني هنجيب تاني. بس كل امنياتي الطيبه ليك. ربنا يخليك. وبالتوفيق لجهاز الكاراتيه، ونورتني وشرفتني، وبكون سعيد معاك. ربنا وان شاء الله المره الجايه هخصص لك 3 ساعات. 3 ايام. ثلاث ايام. ميرسي يا دكتور مراد. ربنا يخليك.